جرى اتصال هاتفي هذا اليوم بين حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب الجلاله السلطان حاج حسن البلقيه سلطان بروني دار السلام الشقيقه وتم خلال الاتصال تبادل التهاني والتبريكات بمناسبه حلول شهر رمضان المبارك داعين المولى عز وجل ان يعيد هذه المناسبه على البلدين والشعبين الشقيقين والامتين العربيه والاسلاميه بالخير واليمن والبركات